بيقعدوا يوم في الشارع وما عندهم تيكت ولا ما اسمعين هادو شو صور هذا صور والصربيسه صور مع التجاني اللي عارف ازاي الحمد لله كنكسبوا كنبيعوا ونشروا الخير موجود الحمد لله في هذا الموسم ديال عيد الاضحى كنجيبوا السلاله ديال الخنيفره وعندنا السرديته هو موجود والحمد لله الخير موجود ما ديش من اشاعه حولي ما كاين شيء ولا خير موجود كل واحد عيد ديال احسن المستوى ديالو ان شاء الله يا ربي اللي كيقول عيد ما كاين شيء راه الخير موجود السلعة عندنا موجودة فيما مشيتي كنسافروا كنجيبوا السلعة نقية كنبيعوا الثمن المناسب الأثمنة باش كتبداو باش كتبدا بدا من 3000 2800 اللي كيقول لك 6000 7000 درهم إشاعة كيطلقوها بزاف والعام هذا العام الحمد لله الكسيبة غالية شوية حنا الناس كيشروا الغلا في الأول شارين يكسبوا ب 46 42 هي 210 220 كانوا الناس كيشروا ب 1000 درهم 110 هذا العام هذا شرينا الغلا شويه كاين الثمن مناسب كل واحد ان شاء الله يدي اللي عيناسبه غير واحد السنه اللي ما بقاوش الناس دابا بنادم كيبقى يكلف ويشري الغلا يشري يختار المنطقه ديالو هذاك هو اللي كي ما خصوش يعملها يشري على حسب المستوى ديالو يشري بالثمن مزيون المول 3000 درهم ماشي 3000 درهم، المول 4000 درهم ماشي 4000 درهم، كاين واحد السنة خصنا نحيوها من اللي ما عندوش شي ما كلفش واخا ما يشري شي، يحيي هاد السنة هادي. اش غنقول لك بالنسبة للثمن تقريبا هو تقريبا نفس الثمن العام اللي فات. يعني ما كاينش شي فرق كبير بين العام اللي فات وهذا العام هذا. الحمد لله. لكن والصراحه الصراحه كيعجبوني بجوج ولكن الصور ديك كيعجبني اكثر كيعجبني مزيان ولكن الثمن ديالو شويه زايد هاك شحال لقيتي الثمن دابا هنا كاينه ب 6500 كاينه ب 6000 كاين مثلا شي حاجه هنا شي حاجه الثمن زايد شي شويه هنايا شي حاجه غليطه يعني كاين الثمن كاين ولكن المليح كاين الحمد لله كاين كاين السلعه ديال الدراوش عاوتاني شويه كاينه هنا كاينه ب 3500 3800 يعني شويش مع اقتراب العيد جينا نشوفوا الحوالق ولا زوينين كاين مزيان كاين الصغير كاين الكبير كل واحد ياخذ على قد حاله الثمنه شي شويش طالعه ولكن على حسب كل واحد على قدر جهده وعلى قدر على باش غادي يقدر يشري والحمد لله الانواع الفرق اللي لقيتيها حنا كنشريو السردي حنا كناخذوا دائما السردي زايد علينا زدنا شويه من فوق داك العام داك العام مشينا بثمن ولكن هذا العام زدنا شويه فوق منه تقريبا بحال غير هي الاثمنه اللي شويه مختلفه وصافي وكاين الكسيبه زوين الحمد لله كلشي كاين فين يتخير الانسان كل واحد على قد فلوسه على قد جيبه كل واحد ياخذ اللي مكتاب ليه اللي في رزقه ايوا الحمد لله وعيد مبارك للجميع ان شاء الله الحشاد باقي ما قربش العيد ومن يقرب العيد عاذر انا مش الاثمنه عوفي بدا الطاس زيد كبر بزاف واخا طاح هما ما يعيقوش باش ما كاينش شتا شتا واخا يطيح اش تقول له ما كاينش اما العيد العام 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 الاول عيدنا بهالعام الثمن هذا ما يمكنش يعني عام الاول عيدنا لا مسير مخير عيد ب 400 400 350 البوبري عيب ب 200 150 160 وفين ولاد العم شكون باش يعيط العام المسكين نحيدو والتجار يعيدو تماما ما يبقاش شي حاجه كبيره علاش بينه المسكين ما بقاش نجرو الغلاء في الامور ديال الغلاء كيفاش باش نعيدو هذا ب 600 هذا ب 700 هذا 800 هذا 1000 اوكي يوصل الحال يوصل 1000 10000 درهم ودابا هذا من المدينه خصهم يبيعوا التلفازه والنبيره ويبيعوا المصبانه اوكي ومن يبيع المصبانه ويبيع النبيره بعيد اي ماشي مستحيل هذا مستحيل العيب مستحيل
هذاك ما نعمل اللي طلعه هو هذا. الحمد لله الحمد لله دابا الخير موجود والغلا كاين. مرحبا بكم كل عام كما مولفناكم. عندنا جميع انواع المواشي، عندنا الصردي، عندنا الخنيفري، كاينه حتى العجوله موجودين عندنا. ومرحبا بكم. بالنسبه للاثمنه، عندنا الاثمنه مختلفه عاوتاني، من ما كتبدا من 2500 وهي طالعه على حسب الحاولي وعلى حسب الحجم ديالو وعلى حسب الكاليتي كل حاجه وثمنها. وبالنسبه للانواع ديال الحاولي اللي عندنا هنا في الضيعه، عندنا شحال نقول لك، مختلف الانواع. عندنا الصاردي، عندنا بلقي، كاينه ديال السلعه ديال بنجاد، وكاينه ان شاء الله عاد تكون ديال اسبانيا الايام عاد تكون ان شاء الله. ومرحبا بالزبناء ديالنا كل عام، كيف كل عام ان شاء الله.